السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات البطاطا التقنية. في حلقتنا اليوم إن شاء الله سنقدم لكم شرح لي بالضبط إعدادات راوتر نيتس موديل DL4322. في بداية توجه إلى متصفح الإنترنت الخاص بك، بعد ذلك قم بكتابة العنوان التالي 192.168.1.1، ثم اضغط على أنتر. بعد ذلك سيطلب منك اسم المستخدم وكلمة الباسورد والتي ستجدها خلف الراوتر وهي guest. اكتب اسم المستخدم guest وكلمة المرور guest، ثم اضغط على OK. الآن ستظهر لك الواجهة الخاصة بالمستخدم، من خلالها يمكنك القيام بالعديد من الخيارات بما فيها ضبط إعدادات الراوتر، وذلك من خلال الضغط على كويك ستارت ثم الضغط على ستارت. بعد ذلك يمكنك اتباع هذه الخطوات، وهي 4 خطوات. اضغط على النكست، اوكي، اضغط على المربع لتجاوز هذه الرسالة. اكتب في هذه الخانة VPE 8 وفي خانة VCE 35، ثم اضغط على النكت. في الواجهة التالية اختار PPO ثم النكت. في الواجهة التالية اسم المستخدم وكلمة المرور التي زودتك بها شركات الاتصال، ثم اضغط على النكت. في هذه الصفحة يمكنك تغيير اسم الذي ستصدر به الشبكة اللاسلكية، وثم تحديد كلمة مرور خاصة بها. يمكنك إخفاء هذه الشبكة من خلال الضغط على نو في برودكاست سيت. بعد ذلك اضغط على نكست. وفي الأخير اضغط على نكست لحفظ هذه الإعدادات التي قمت بتغييرها. الآن بعد أن قمت بضبط هذه الإعدادات يمكنك ربط الراوتر بالإنترنت وسيعمل معك بشكل جيد. إذا كان الراوتر لديك به بعض المشاكل المتعلقة بالنظام يمكنك تحديث الفيرموير الخاص به من خلال التوجه إلى مانتونس ثم الضغط على فيرموير أبديت. بعد ذلك تقوم بالبحث عن الفيرموير الخاص به من خلال الموقع الخاص بالشركة. بعد تحميل ملف التحديث تقوم بالضغط هنا، تشوزر انفيشي، تشوز فايل، ثم لجلب هذا الملف، ثم تضغط على ابلود لتحميله في هذا في الراوتر، وفي الاخير تضغط على ريسيت. يمكنك ايضا قبل ان تقوم بتحديث الراوتر عمل نسخة احتياطية له في حالة لم يعمل معك هذا التحديث، والرجوع الى النسخة الاحتياطية وتحميلها من جديد. يمكنك ايضا تغيير اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالراوتر guest التي تأتي مع الجهاز وتغييرها من خلال الضغط على password. في اي لحظة يمكنك اعادة تشغيل الراوتر من خلال حفظه والضغط على robot from، ثم اختيار save current configuration أو حذف جميع الإعدادات التي قمت بها وضبطه كما جاء من عند المصنع من خلال اختيار Factory Default Configuration. بعد ذلك تضغط على Commit Changes ثم Reboot لإعادة تشغيل الجهاز. يمكنك أيضا التوجه إلى Setup وتغيير عنوان IP الخاص بالجهاز وبعض الإعدادات الخاصة بـ DHCP و DHCP Static و LAN IPv6، كما يمكنك تغيير إعدادات الوايرلس. مثلا يمكنك اختيار 2.4 GHz و Channel Width اختيار 40 MHz. يمكنك أيضا في تغيير كلمة المرور وجعلها قوية من خلال التوجه إلى سيكيورتي
وتغيير هذه الإعدادات. والأهم من ذلك يمكنك أن تقوم بحماية جهازك من أي اختراق من خلال التوجه إلى Access Control List. من خلال هذه الواجهة يمكنك تحديد لائحة الأجهزة التي يمكنها العمل مع الراوتر الخاص بك، فأي جهاز دخيل لن يتصل بالأنترنت. إذن من خلال هذه الواجهة يمكنك إضافة الماك أدريس الخاص بكل جهاز، سواء الحاسوب أو الهاتف وغيرها من الأجهزة التي ترغب بربطها بالأنترنت، بحيث تقوم بكتابة الماك أدريس الخاص بها في هذه الخانة، ثم تضغط على Apply Change. بعد أن تضيف الجهاز الأول تقوم بإضافة الجهاز الثاني من خلال الضغط على Add، وتقوم بكتابة أيضا أدريس ماك الجهاز الثاني ثم Apply Change، وهكذا دواليك. إذن كل هذا كل ما لدينا في شرح إعدادات راوتر نيتس، وكما لاحظتم فقد قمنا بشرح كيفية ضبط إعداداته وأيضا كيفية تحديث الراوتر وتغيير الباسورد والكلمة المرور الخاصة بالراوتر، وأيضا كيفية حماية الراوتر من الاختراق من خلال تحديد كلمة المرور الخاصة بها أو تحديد الأجهزة التي ترغب بأن تعمل معك في الراوتر من خلال إضافة ماك أدريس الخاص بها إلى الراوتر، وبذلك ستتمكن من قطع الأنترنت على أي مخترق لجهازك. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح حلقة اليوم، ولا تنسوا دعمنا من خلال الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب أو الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.